في ايه؟ في ايه يا وسيم بيه؟ مالك قافش على الراجل كده؟ ما تخليه يدخل، الوضع سيء قوي جوه. لا الوضع جوه زي الفل ومفيش حد هيدخل. انا مش عارف ليه اول واحد سالني هو داخل، ما كان دخل على طول يعني. لو سمحت يا استاذ بعد اذنك افتح البوابه، عايزين نعدي. لا مش هتدخل ومش هفتح البوابه. هو ايه اللي مش هنعدي؟ في حاله جوه لازم ندخل. لا مش هتعدي ومفيش حاله جوه على فكره. ما تقعدش بقى تلنجر معايا في الكلام، انا مش فاهم. ما كنت تدخل يا حبيبي، انت اصلا اسعاف بتسالني ليه؟ خش على طول، ما انت لو سالتني اقول لك لا طبعا. ايه شغل العيال ده؟ ما تعدينا يا بني ادم. لا مش هتعدي وما تطولش معايا اكتر من كده. اسكت عشان يدخلك والا هيخليك ترفع ايدك لفوق. يا وسيم بيه، الحاله جوه حرجه. الراجل اللي اسمه زاهر ده ازاي ده عنده شديد اول مره دي؟ مش عارف زاهر ده يعني مال حظه معايا وحش قوي كده ليه؟ ما حدش هيدخل. انت مجنون رسمي، انا هدخل من اي بوابه تانية. غبي، اقفلي مداخل ومخارج الكومباوند. عربيه الاسعاف ما تخشش. بتعمل ايه يا غبي؟ ما تلف وتخش من اي حته وخلاص. لازم تقولي، لازم تشاركني تفكيرك، ما انتش داخل. بفكر بصوت عالي يا اخي، انت بتغير رايك كل شويه. لا انا ما بغيرش رايي، انا كده برج الجوزاء. طب انا خلاص الراجل كنسل الاوردر، مش هدخل، خليني ارجع. ايه رايك بقى ان انت مش هترجع وهتدخل؟ اهو اهو اتفضل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في انت مستقصدني؟ انت عندي قوي. معلش اصل انا برج الثور يا سيدي. ايه في ايه؟ قافل بوابات لي يا عجل. انت يكونش بتغسل الكومباوند من جوه؟ لا يا اكسلانس، الكومباوند من جوه نضيف وزي الفل، وانا مش قافل الكومباوند على فكره، دي مجرد اجراءات احترازيه كده بنعملها فجاه. عجباني بجحتك. اجراءات احترازيه على عربيه اسعاف؟ لا يا جميل، ده استهتار. استهتار بس؟ ده استحمار. ايوه. استبغال. ايوه. صدق اللي سماك فاشل. انا مش فاشل يا اكسلانس، انا في قمه النجاح. قمه النجاح. وسيم، أحب أبلغك بكل سرور قدام الكومباوند ده كله إنك مرفوض، فايرد. لا أنا مش مرفوض ومش فايرد وهكمل شغلي عادي. كمل إيه يا حبيبي؟ مرفوض يعني مفعول به، رافض اللي هو أنا يعني فاعل. أنت مالكش أي قرار هنا. أنا ليا قرار هنا وهكمل اليوم عادي بقولك. حلو قوي، خليك قاعد وما تدخلش أي حد. أنا هبلغ البوليس، وراجل خليك واقف. مش أنت راجل؟ لا أنا مش راجل. وايه رايك بقى ان الناس دي كلها هتخش؟ اهو اهو اتفضلوا اتفضلوا، يلا كلكم خشوا. ياه اخيرا جربوع. هتفضل طول عمرك جربوع. يلا بينا اكلاني نكمل البريك فاست بتاعنا. عاجبني عزومتك. يا باشا لسه ما شبعناش منك. طب ناكل لقمه. للاسف يا بسيوني ما بيتوش من مستوايا، انا ما باكلش بطاطس الا من هولندا، وبعدين البطاطس دي ممكن تعمل لي وجع في المصران الغليظ. طبعا ده اكل بلوروتاريا. يلا بينا يا كلاب. يلا يا جماعه ليتس جو. حفظ الله حفظ الله سعادتك. نلف ولا نرجع بظهرنا؟ مارشال نرجع بظهرنا.